السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة هنعمل فيديو غسيل مواعين زي ما انتم شايفين كده معانا. النهاردة الفيديو هيكون فقرة اسمها علمي بنوتك. انا فكرت في الموضوع ده ان انا ما ينفعش نبقى قناة شطرتهم البنات وما اعملكوش فيديوهات مع بناتي، فقلت ان انا اعمل لهم فيديوهات معايا بسيطة كده تعليمية، ان انا اعلم بنوتي ازاي تعلم بنوتك، وبرضه تقدري تعلمي ابنك ازاي يعمل حاجات بسيطة في البيت زي غسيل مواعين، يعمل شاي، يسلق بيض، كان يعني شوية افكار كده بسيطة لسن اولادي هعلمها لهم ان شاء الله عندي في القناة ومعاكم، لان انا لقيت عندي ما شاء الله عدد مشتركين اطفال من سن 10 لحد 14 سنة، ما شاء الله اعمار اللي هي سن بقى التعليم بجد، اللي هي البنوتة اللي تقدر تعمل ونعتمد عليها في شغل البيت. فقررت ان انا اعمل مجموعة فيديوهات هتعجبكم جدا، واتمنى ان انتوا تشوفوا الفيديو واولادكم يشوفوا الفيديو عشان يتعلموا ازاي يساعدوا ماما في شغل البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا. انا ملوكة من اول تقريبا الاجازة، وهي بتساعدني في غسيل المواعين وبتعمل حاجات معايا في البيت، ابسطها طبعا غسيل المواعين بالنسبة لنا دلوقتي، فاقرب حاجة لما يكون عندنا كمية او حاجة انا بغسل وهي بتشطف كويس بعد ما انا بغسل، او اوقات لما يكون شوية كراكيب كده، كوبايات، اطباق، معالق، حاجات بسيطة هي بتغسلهم لوحدها، بعتمد عليها جدا في الموضوع ده، فهي ما شاء الله بقت شطورة جدا في غسيل المواعين. المهم عشان ما اطولش عليكم ويا رب الفكرة بس تعجبكم، هنعمل مع بعض النهاردة غسيل مواعين لكل بنوتة عايزة اتعلم غسيل مواعين بطريقة سهلة، وكمان فيديو تشجيعي لكل حبايبي اللي على القناة، يا رب يعجبكم. يلا بينا نبدأ في الفيديو. اول حاجة خليتها غسلت كل الكوبايات دي لان كان فيها بواقي شاي بواقي عصير، غسلتها وحطها بالشكل ده، وهنا برضو المعالق لمتهم على بعض والاطباق، وهنا كنا عاملين كيك يا دوب باقي بقى منه قطعتين كده حطيتهم في علبة التلاجة، ودي المواعين بتاعتنا. وهنا كمان كان في الطبقة بتاعتي شوية بلاستيكات واطباق وحاجات مغسولة، حطيتهم هي في اماكنهم، وعندنا الطبقة بتاعتنا فاضية اهو دلوقتي. عندي هنا في علبة بقى بتاعت حلاوة طحنية، بحط فيها طبق اللي هو الغسيل، بحط فيها مية عليها شوية فري على شوية خل، وغسلة هنا الحوض اهو نضيف وزي الفل. وهنبدأ دلوقتي مع بعض تصوير الفيديو على طول. اول حاجة بتعلميها تغسل الكوبايات بتاعتك الاول عشان والاسبونشة تكون نظيفة كده وغسلها ومعقمها كويس بالخل. بغسل الكوبايات الاول وبعدين تعلميها تغسل المعالق، وبعد كده بنغسل الاطباق، وبعد كده بقى لو طاسات، حلل، اي حاجة بنغسلها، وطبعا بلاستيكات وكلام من ده. بنجي بصي يا ملوكة بقى معايا، هي طبعا ملك متعلمة بس احنا هندي كمثال اعرفكم ازاي هي الغسيل الصح. بتدعك كده، وطبعا كوبايه بالشكل ده، والايد كمان ما بتخليش جزء في ال، شايفه يا ملك بتعملي ايه كده؟ يلا اشطفي عليا بقى، شوفوا كده، انا مش عايزه اطول الفيديو بس انا عايزه الفيديو يكون مفيد اكتر للبنات الصغيرين اللي ما بيعرفوش يتعلموا، او حابين بقى اللي هو لا مش عايزين حد يعلمنا احنا بنعمل، فبيتفرجوا بقى على فيديوهات على اليوتيوب دلوقتي السن ده، يتابعونا ويشجعوا ويساعدوا مامتهم في شغل البيت. انا كده عملت اهو، ساعدت ملوكه، شوفوا بقى الشطف بتاع ملك بتعمل ايه، بتخلي الكوبايه، علمتها ازاي الكوبايه، عارفه اللي هي تزيق معاها من النظافه، عارفين الكلمه دي اللي هو كده كده، بتدعكها من تحت كويس، وكده الكوبايه تبقى معانا زي الفل. تمام، يلا حطيها بقى وكملي معانا. يلا ان شاء
شطوره يا ملوكه. السن ده لازم يتعلم وهو صغير كل شغل البيت. انا بدات اعلم ملك بالفعل شغل البيت واحده واحده، وهي بتستجاب بسرعه جدا للحاجات دي. يعني انا اوقات بخليها تقوم تعمل لنا العشاء، يعني عشاء خفيف كده، يكون عندنا كماك فلاحي وكوبايتين شاي وحته جبنه قديمه وخلاص الحمد لله. فهي ما شاء الله بقى شطوره خالص. صح يا ملوكه؟ قول لهم يا ملوكه الاستريبسز اللي ماما عاملاه عامل ايه؟ خطيره هي بتتكسف جدا يعني من الكاميرا وكده. بس هي ما شاء الله تبقى عليها شطوره جدا في شغل البيت. يلا ملك بقى دلوقتي هتورينا بتغسل ازاي الكوبايات والاطباق. يلا شطوره يا ملوكه. انا عارفه كتير يقولي انت بتصوري ايه الفيديو مش عارف ايه، بس هو بجد الناس طلبت مني. يعني كنت عامله بس في مره وكانت بنوته عندها 12 سنه بتقولي ماما عايزاني اتعلم شغل بيت وانا مش بحبه، ممكن تعملي لي فيديوهات تشجيعيه ازاي اغسل المواعين ازاي مش عارف ايه، قال لي حاجات البنوتات دي. فقلت لها خلاص وعد ان انا هعمل لك، واديني وفيت بوعدي، وان شاء الله هنزل لك سلسله هتعجبك جدا من الفيديوهات دي. اتمنى بس لو الفيديوهات دي تعجبكم تعرفوني، لو ما عجبتكوش هفهم ان هي على طول مش عاجبني المشاهده على طول، فمش هعملها تاني يعني. بس هي بجد والله فكره حلوه. كده ملك هي تغسلها، هنغسل بقى دلوقتي مع بعض بسرعه. يلا يا ملك اشرفي عليا بسرعه يلا عشان ما ناخدش وقت. يلا بسرعه بسرعه يلا. طبعا الحوض عندنا نظيف ومعقمينه وزي الفل. شجعي بنوتك وخديها معاك المطبخ وعلميها شغل البيت، هيجي اليوم اللي هتدعي لك فيه على اللي انت علمتيها النظافه وعلمتيها شغل البيت بطريقه سهله. لان لو انت ما علمتيش بنوتك مفيش حد تاني هيعلمها. يعني انا شفت فيديوهات، يعني عندك قناه كوني متالقه كل يوم، القناه دي قناه منا بموت فيها، هي طبعا اسمها قالت لنا اسمها الحقيقي الفتره الاخيره. بس يعني بجد والله انا اتأثرت جدا بقصتها. انا مش هقول ان انا كنت طول عمري نظيفه وكده، انا كنت دلوعه جدا وماما بقت تعلمني. بس عارفه اللي هو طول الوقت برضو كنت بعتمد على ماما في غسيل المواعين، وكنت دايما اقول ماما بتعمل ماما بتعمل انا هعمل انا ليه. مع الوقت اتعلمت وكنت شاطره وكنت مخلصه جامعه وانا كل حاجاتي مخلصاها، ويعني كنت عارفه كل حاجه. يعني دي كانت اول ما اتجوزت ما كانش الطبيخ معايا قد كده، بس مع الوقت اتعلمت كل حاجه. فكل بنوته اتعلمي واحده واحده تتعلمي كل حاجه. دلوقتي خلاص خلصنا كل الكوبايات والمعالق بتاعتنا، هبدا دلوقتي انزل الاطباق بتاعتي في الحوض بحيث لو في حاجه في الطبق وكده الميه تنزلها او تفوق معايا. وهنغسل برضو مع بعض كده. يلا يا ملكة. فخدي بنوتك زي ما قلت لك او ابنك علميهم حاجه لنفسهم، ما احناش ضامنين عمرنا، ما احناش ضامنين ممكن اكون يجي يحصل ظروف اضطر اروح عند مامتي، اضطر ان انا اضطر ان انا يعني احتاج ان بنوتي تساعدني او تعمل لنفسها حاجه وانا مش موجوده، اغيب عن البيت لاي ظرف ايا كان، يكون ابني او بنتي متعلم حاجات تساعده ما يحتاجش وانا مش موجوده. قليل الميه شويه ملوكة حرام كده. يلا بسرعه. فمعلش بقى لو طولت عليكم الفيديو، بس الفيديو ده فضفضه. علمي بنوتك. اتمنى يعني مجموعه الفيديوهات اللي هعملها الفتره الجايه تعجبكم. الفيديوهات هتبقى يعني شامله بقى تنظيفات، شامله ان انا اعلمها ازاي تعمل، مش هقول اكل في السن ده طبعا، بس على الاقل هعلمها ازاي تعتمد على نفسها في حاجات كتير في شغل البيت. تمام. هنخلص بقى الكوبايات خلصنا الكوبايات طبعا والاطباق معلش. ودلوقتي غسلنا كل الكوبايات وغسلنا كمان المعالق والشوك والسكاكين. هنغسل دلوقتي الاطباق، هنزلهم في الحوض بحيث ان لو في اي حاجه في الطبق حاجه كده يبقاش فتفيت كيك، يعني حاجات بسيطه هتنزل في الميه عندنا تبوشها. وهغسل لها واحط هنا وهي تاخد وتشرف عليا. خليكم معايا ان شاء الله الفيديو فيه كلام كتير نفضفض مع بعض بيه.
البنوتك لازم تعلميها زي ما قلت لك من الاول. انا جات لي الفكره ان انا اعلم بناتي معاكم، هيكون فيديو تشجيعي وليكم وليا كمان، لان بناتنا يعني لو احنا ما علمناهمش مين اللي هيعلمهم؟ علمي بنتك في اساسيات النظافه، علمي بنتك ان لو اكلت ولا شربت في اي حاجه ورقه اتقطعت منها تتحط في باسكت الزباله على طول، اعزكم الله طبعا. تعلمي بنتك ان تكنس، تنظف، ما تعودش ان هي تقعد في مكان مش نظيف، لان ده هيخليها يحكم عليها اذا كانت هتبقى ام فاشله او ام ناجحه في بيتها. انا ما انكرش طبعا ان انا كنت مقصره في شغل بيتي لفتره من الاوقات، ان انا ما كنتش يعني مثلا ممكن انام من غير ما اغسل المواعين بتاعتي، ايام كتير تعبانه اكسل، لكن دلوقتي الحمد لله بغسل مواعيني كل يوم، لقيت الموضوع صدقوني اسهل بكتير، الموضوع اسهل بكتير ان انت تغسلي كل يوم مواعينك. فان شاء الله استنوا معايا فيديوهات جميله جدا وقويه جدا الفتره الجايه، هتعجبكم جدا ان شاء الله. هنكمل بقى الحاجات بتاعتنا وارجع لكم باذن الله. وكده خلاص خلصنا يا بنات، دي اخر حاجه معانا في المواعين بتاعتنا. شايفين الحوض اهو بقى، في عندي الميه بترجع كده شويه، هنغسل الحوض. يلا يا ملوكه. وملوكه هتغسل اهو بقى الرخامه معانا. شطوره يا ملوكه. استني اشيل لك دي. لازم تعرفيها ان لازم الرخامه كل يوم تتغسل بالشكل ده. اسفه لو انا طولت عليكم في الفيديو، بس عشان خاطر يلا حطيها تاني في انا واغسل الحله بتاعت الحوض. طبعا زي ما انتم عارفين ده الطبق الكبير بتاع الاكل لازم يتغسل بعد كل غسيل مواعين. احنا حاطين في الميه بتاعتنا طبعا خل عشان التعقيم، وهتغسل معانا كمان الخلاط بتاع يلا يلا عشان تغسلي بقى دوت كمان. شطوره يا ملوكه، على قد ما بتقدروا واحده واحده، هي يعني هتجيب اي حاجه مش نظيفه هي اللي هتجيبها وهتتعلم. شطوره، هاتي كمان دي، هاتي كمان دي، شطوره. واغسلي بقى البلاط بعد ما تخلصي اللي حواليها، حطي في الفري عشان يشجعك على الغسيل. حطي اغسلي بقى الجنب ده كله، ده مش سواد يا بنات، ده اصلا في الجبس اصلا اللي معمول يعني مش سواد خالص. اغسلي بقى السيراميك اللي هو حواليه كده، هو نظيف بس يعني بنشطف كده على السريع كل يوم. ودلوقتي ملوكه بدات تشطف اهو معانا. شطورة، بسيب لها والله المطبخ يا بنات ما شاء الله عليها، بقت شطورة خلاص، بقت عارفة بتعمل ايه، وبعد ما تخلص بتنشف وبتعمل كل حاجة. يلا يا ملوكة بسرعة. ودلوقتي خلاص ملوكة غسلت كل الرخامة وناقصة بس ان هي تنشف. أول حاجة بعلمها ان هي تنشف الخلاط بتاع الحوض. يلا بقى ابدأي يا ملك. لازم تعلميها ان هي تنشف الاول قبل الرخامه، تمام. ودلوقتي هي هتنشف الرخامه، ابدأي الرخامه من اول هنا حبيبتي. اهو بسرعه شوفوا بقت نظيفه وناشفه وزي الفل ما شاء الله عليها، شطوره ملوكه. يلا بقى نشفي حوالين الحوض، شطوره. هاتي بقى كمان هناك، تمام. يلا بقى ايه نضفي نشفي الحوض نفسه. ودلوقتي بنستخدم ملمع للستانلس بالبخاخه دي اللي هي قبال، قلت لكم عليه قبل كده في فيديوهاتي. يلا يا ملوكه، يلا اعملي الحوض كمان، يلا لمعي حبيبتي، لمعي الاول فوق. شوفوا بقى يا بنات اللمعه بتاعته ما شاء الله. القبال ده جميل جدا، انا مش برضه اكتر منه عشان ملك لسه طفله يعني صغيره ما بتستحملش الريحه بتاعته.
ونضفت لي الرخامه والسيراميك اللي ورا الحوض. هنا بقى حاطه، شوفوا هي متعلمه ترص، دي رصتها، حطت الاطباق. الطقم اللي هو الاكروبال ده هو ده اللي انا بستخدمه عندي ومطلعه على قد استخدامنا. بس لما جالنا صحاب ملك ومرام طلعنا بقى حاجات زياده، لسه هنرجعها تاني في نيش المطبخ. وبترص كده الاطباق والكوبايات معايا. وهنا بقى دي الحاجات الزياده اللي هي ترجع بقى مكانها، وده الاطباق بتاعت اللي هحطها في النيش تاني. ورصت هنا المعالق اهي الصغيره والمعالق الكبيره والشوك ورا والسكاكين بالشكل ده. رصتي عارفه مكان، ما شاء الله عارفه مكان كل حاجه. اتمنى الفيديو يكون خفيف، انا عارفه اني طولت عليكم بس مفيد جدا لاولادنا. شكرا يا انسه ملوكه، شرفتيني ونورتيني في الفيديو بتاعنا النهارده، وربنا يخليكي ليا. اتمنى لو سلسله الفيديوهات اللي عاملها علمي بنوتك تعجبكم، اتمنى ان انتوا تعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو لو عجبكم، وطبعا اشتراك اللي هو تحت الفيديو او كلمه سبسكرايب، وكمان تشاركوا الفيديو وتعملوا شير كتير 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 عشان عايزينه يوصل لاكبر عدد يستفاد من الفيديو ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.